هذه هي محلة التوراة المحطة الأخيرة ليهود كركوك قبل الهجرة إلى إسرائيل، إذ ما زال الحي يحمل نفس اسمه القديم محافظا على العديد من معالمه وبيوتاته التراثية. فيهود كركوك كانوا جزءا من النسيج الاجتماعي للمدينة، وكانت لهم دور عبادة ومدارس خاصة بهم يقيمون طقوسهم ويمارسون عاداتهم الدينية. حوالي عام 1898 كان عددهم 760 فردا، 760 فردا مقابل 460 مسيحي، أي أن عددهم كان ضعف عدد المسيحيين، وهذا له مدلوله الخاص. وكانت عند ذلك لهم حاورة أو كنيس معتبر هو بيت العبادة. أسماء شخصيات يهودية ما زالت عالقة في أذهان من عاصروهم، وذكريات عن أعياد اليهود الخاصة مثل المظلة الزرقاء أو كبرشينا كما تسمى هنا. الأستاذ جمال ورغم مرور أكثر من نصف قرن ما زال يتذكر بعضا من زملائه الذين ودعوه قبيل الرحيل. أتذكر أنه مع جدتي في اليوم كان عيد المظلة كبرشينا، كان يسموه بالكردي كبرشينا، ما كان اليهود كان يسكنون في محلة بريادي. فأتذكر رحنا لبيتها، في البيت كان عندهم ميانة ويانا، كان يجون يعني يزورون ويانا. فشفت فد مظلة مسوين بالبيت وجواها كرزات وأكل وهاي، فكان هذا عيدهم يعني يحتفلون بها. اليهود استبقوا الكثيرين في كركوك، فهم أول من أسس دارا للسينما في المدينة، وهو سينما غازي الذي بني في مكانه مصرف حكومي، كما أنهم أول من أسس استوديو للتصوير الفوتوغرافي. يهود كركوك كانوا يسكنون هذه المنطقة من جميع أقربائهم ومعارفهم كانوا يسكنون هنا، لأن هذه المنطقة منطقة مقفلة، لديه باب واحد يسمونه باب الحارة، هاي كان لديهم حراس ليلا ونهارا. الكثير من هذه الصروح منتشرة في المناطق التي كان يسكنها اليهود، حيث توقد النساء الشموع فيها ليالي الجمعة، وما زال الناس هنا يتحدثون عنها على أنها رموز دينية. وإمام مصطفى، السيد مصطفى علم جاله، يقال لهذا الصرح إمام مصطفى، يزوره الناس في ليالي الجمعة ويقودون الشموع، لكننا لا نعرف ماذا هو وما هو تاريخه، حيث هناك الكثير منه في هذه المنطقة. وأشهر الآثار اليهودية في كركوك هي مرقد النبي دانيال وحنين وعزير في قلعة كركوك، إذ ما زال أهل كركوك يقصدونه أيام السبت تحديدا لتحقيق الأمنيات حسب معتقداتهم. سوران الداودي، الحرة، كركوك.